التحية تتواصل مشاهدينا الأعزاء، والانطلاقات أيضا تستمر بأشواط هذا المساء مع هذا السن، سن الكبار سن الحول، ينطلق أيضا على البركة الشوط العاشر الخاص بالحول المهجنات المملوكة لأصحاب سمو الشيوخ، حيث نتابع في كل شوط من هذه الأشواط المسائية القوة والتحدي والمنافسة التي تأتي منذ بداية الانطلاقة وحتى خط النهاية. نتابع هذه الانطلاقة ونسير مع صدارة هذا الشوط، وفي المركز الأول لدى هذه الانطلاقة تأتي ذهيبة على المركز الأول المملوكة لهجن الرياسة على مقدمة هذا الشوط، اللي ضمن ذهيبة السيد سعيد بن حمد بن دري الفلاحي من تتواجد على مقدمة هذا الشوط والمركز الأول خلال هذا الانطلاق. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني لدى وجود أيضا غالية على المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، اللي ضمن السيد مسري بن سالم بن العرطي الحميري من تحتل المركز الثاني خلال هذه اللحظات، بينما المركز الثالث هنا انطلاقت ايضا نشوح على المركز الثالث لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن سيف بن لاحق الهاجري من يتولى عملية التضمير والتدريب لدى انطلاقة نشوة على المركز الثالث خلال هذه اللحظات. ننتقل إلى المركز الرابع اليافل، تتواجد في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مبارك بن عيسى المطيوعي يتولى عملية التضمير والتدريب مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس هناك أيضا دبي تاتي على المركز الخامس في هذا الانطلاق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وأيضا علي بن راشد بن غدير من يتولى عملية التضمير والتدريب. سادسا انطلاقة أيضا الروية اللي في المركز السادس في هذا الانطلاق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بالضبع من يقدم رواية التي تأتي أيضا على المركز السادس في هذه اللحظات. سابعا انطلاقة تمجاد على المركز السابع في هذا الانطلاق الرائع والجميل لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، اللي ضم رمجاد سالم بن سعيد بن منانة يتولى عملية التضمير والتدريب. ثامنا هنا انطلاقة وبرة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيق بن سالم بالعرطي من يتولى عملية تضمير وبرة على المركز التاسع في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الرائع والجميل، وعلى المركز الثامن. تاسعا هنا انطلاقة حيلة من تتواجد ايضا على المركز التاسع في هذا الانطلاق لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن سعيد بن منانة يتولى عملية تضمير حيلة على المركز التاسع، بينما عاشرا وهنا انطلاقة مشاهدينا الاعزاء الهبيبة التي تتواجد ايضا على المركز العاشر في هذا الانطلاق لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بمتابعة أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي من يتولى عملية التضمير والتدريب لدى انطلاقة الهبيبة التي تتواجد مع المركز العاشر في هذا الانطلاق الرائع والجميل. أكملنا ندان الأول للعشر المراكز المتقدمة، وياما من أسماء وأيضا أسماء عملاقة شاركت في هذا الشوط تنطلق خلف العشر المراكز الأولى، نترقبها بمشيئة الله في المسافة القادمة خلال هذا الانطلاق وخلال أيضا هذا التحدي الرائع والجميل لدى انطلاقة الكبار وتحديات الحول التي تنطلق هنا في أرضية هذا الميدان تحفة هذه الميادين ميدان المرموم، وعبر أيضا شاشة دبي ريسنج الناقلة لهذه السباقات التي تجرى في أرضية هذا الميدان. العودة إلى المقدمة، الصدارة ذهيبة تأتي على مقدمة هذا الشوط لتنطلق أيضا مع المركز الأول ومع هذا الموقع موقع الفوز والانتصار. ذهيبة المملوكة لهجن الرياسة بمتابعة سعيد بن حمد بن دري الفلاحي من يتولى عملية التضمير. قرية المضمرين متابعا لهذه الانطلاقة ولأيضا تواجد ذهيبة على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني نشوة تاتي في المركز الثاني لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن سيف بن لاحق الهايري من يتولى عملية التضمير والتدريب لدى انطلاقة نشوة مع المركز الثاني في هذه اللحظات. تدخلات وبرة على المركز الثالث خلال هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ايضا عتيق
بن سالم بالعرث الحميري من يتولى عملية التضمير والتدريب. هنا تدخلات الدبي على المركز الرابع في هذا الانطلاق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. وأيضا مشاهدينا الأعزاء اللي ضمر دبي علي بن راشد بن غدير يتولى عملية تضمير دبي على رابع المراكز في هذه اللحظات. بينما خامسا تأتي قالية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرطي من يتولى عملية التضمير والتدريب. الخبير هنا متواجد أيضا مع غالية اللي تحتل المركز الخامس خلال هذا الانطلاق والتحدي الرائع والجميل. سادسا انطلاقة أيضا رواية على المركز السادس في هذه اللحظات. رواية تأتي على المركز السادس في هذا الانطلاق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. مطر بن محمد بضبيعة من يقدم رواية لتحكي أيضا ولتعلن أيضا برواية هذا الشوط مع المركز السادس خلال هذه اللحظات. حيلة تدخلت أيضا على المركز السابع في هذا الانطلاق. وهنا حيلة وما فيها حيلة. الله حيلة تنطلق أيضا مع المركز السابع في هذه اللحظات لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. سالم بن سعيد بن منانة المتحدي من يعلن بانطلاقة حيلة التي تتواجد أيضا مشاهدين الأعزاء على المركز السابع في هذه اللحظات. وصلت الهبيبة تدخلت الهبيبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بمتابعة أحمد بخلفان بالصايغ المزروع على المركز الثامن خلال هذه اللحظات. وخلال أيضا هذا التحدي الرائع والجميل المركز التاسع هنا انطلاقة مشاهدين الأعزاء قد تأتي على المركز التاسع في هذا الانطلاق لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. سالم بن سعيد بن منانة من يتولى عملية التضمير والتدريب. وصلت شعاع تدخلت شعاع بهذا التدخل السريع نحو المراكز المتقدمة لدى انطلاقة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. أيضا حمد بن سهيل بن هيان العامري من يتولى عملية تضمير. شعاع المركز العاشر في هذا الانطلاق الرائع والجميل. ما شاء الله تحدي مثير. فإذا سألت عن الموقع خلاص انتهينا وقادرنا أيضا حزام القابات متجهين مشاهدين الأعزاء إلى الخط المستقيم لأرضية هذا الميدان الذي يأتي بتنافس قوي وشديد وشريف ما بين جميع المشاركين للانطلاق نحو ناموس هذا الشوط. هنا ذهبة ما زالت على المقدمة ما زالت على الصدارة التي تحمل أيضا هذا الشعار شعار الخطر شعار هجن الرئاسة بمتابعة سعيد بن حمد بن دري الفلاحي من يقدم ذهبة على مقدمة هذا الشوط. نشوى انتشت أيضا على المركز الثاني بانطلاقة هذا الشوط لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. مطر بن سيف بن لاحق الهاجري من يتابع ايضا نشوة بعملية التضمير والتدريب. المركز الثالث وبراتاتي على المركز الثالث في هذا الانطلاق لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. عتيق بن سالم بالعرطي الحميري من يتولى عملية التضمير والتدريب. هنا تدخلات الهبيبة تدخلات الهبيبة على المركز الرابع في هذا الانطلاق لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي من يتولى عملية التضمير والتدريب. واحد شبابنا المضمرين من لديهم الخبرة الكافية في هذا المجال مجال التضمير ليقدم الهبيبة خلال هذا الانطلاق مع المركز الرابع خلال هذه اللحظات. وصلت حيلة وصلت حيلة على المركز الخامس. كيلو وين فقط كيلو وين فقط متبقي عن خط النهاية. الله حيلة 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 وصلت خذت المركز الخامس في هذه اللحظات لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم بمتابعة سالم بن سعيد بن منانة من يقدم حيلة في هذا الانطلاق. الله تحديات خماسية ظهرت على مقدمة هذا الشوط بانطلاقة هذه الأسماء العملاقة التي تتبادل فيما بينها البين نحو ناموس هذا الشوط. نشوة من الجانب الآخر بدأت بالانتقال إلى مقدمة هذا الشوط بدأت بالانتقال إلى المركز الأول. الله يا سلام هنا وصول أيضا مشاهدين الأعزاء وبرع المركز الثاني. الهبيبة الهبيبة تدخلت الهبيبة انطلقت حيلة تواجدت هذه الأسماء التي على مقدمة هذا الشوط. نشوة 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 على المقدمة. الهبيبة على المركز الثاني المركز الثالث وبرة حيلة على المركز الرابع. تحدي رباعي بدأ ينطلق بهذه الأسماء الأربعة التي تتواجد على مقدمة هذا الشوط تتواجد مع الصدارة. الله يا سلام الأسماء الخطيرة قادمة من المناطق الخلفية لتشكل خطرا مع الأمتار الأخيرة. هنا تأتي نشوة ولكن الهبيبة 1200 على نهاية هذا الشوط بقيادة أيضا مشاهدين الأعزاء.
الهبيبة ونشوة، تحدي ثنائي مع التنتين، هنا نشوة والهبيبة، الهبيبة ونشوة وحيلة قادمة، حيلة قادمة، ولكن الهبيبة غيرت 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 إلى مقدمة هذا الشوط. الكيلو متر الأخير لدى انطلاقة الهبيبة على المقدمة وعلى المركز الأول في هذا الانطلاق الرائع والجمال. يا سلام الهبيبة، الهبيبة لسمو شيخ سلطان بن زايد آل نهيان، أحمد بن خلفاب السائق المزروعي، نشوة على المركز الثاني لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مطر بن سيب لاحق الهاجري، من يتولى عملية التضمير؟ حيلة تدخلت، حيلة انطلقت على المركز الثالث لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، سالم بن سعيد بن منانة، من يتولى عملية التضمير والتدريب وتدخلات شاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مع فيصل بن طالب بن شريف؟ ولكن انطلقت الهبيبة، انطلقت الهبيبة، الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ما شاء الله تبارك الله على انطلاقة الهبيبة وتحركاتها الخطيرة لتنفرد مع الأمتار الأخيرة بهذا الانفراد الواضح ما بينها وما بين بقية الحول التي تشارك في هذا الانطلاق لتنقل السلام إلى أهالي مدينة سوحان، مدينة التراث. وها هي الهبيبة تسيطر على المركز الأول لتنطلق مع الصدارة، لتنطلق مع المركز الأول بانطلاق رائع والجميل كما بدأت هناك مع بداية هذه الأشواط. هنا تأتي أيضا هذا الشعار الذي قدمه النوعيات الممتازة والهبيبة، الهبيبة، تهانينا والناموس لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، تهانينا والناموس لمضمر الهبيبة أحمد بن خلفان بالسائق المزروعي. ما شاء الله لحظات الوصول إلى خط النهاية لتعلم بالفوز والناموس. المركز الثاني كان من نصيب نشوة لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن رايد آل مكتوم، شانية في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، المركز الرابع غير لسمو الشيخ احمد بن محمد بن رايد المكتوم، خامسا اتت حملوله لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. ولكن مشاهدينا الاعزاء الهبيبه من حققت ايضا ناموس هذا الشوط، تهانينا وناموس لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للمره الثانيه في مسايا هذا اليوم على فوز الهبيبه بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقه 47 ثانيه ثلاثه اجزاء من الثانيه. تهانينا وناموس ايضا لمضمر الهبيبه الشاب احمد بن خلفان بالسايق المزروعي. المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء اتت نشوه في المركز الثاني خلال هذا الانطلاق، تهانينا وناموس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم 12 دقيقه 49 ثانيه 8 اجزاء من الثانيه. تهانينا وناموس ايضا للمضمر السيد مطر بن سيب اللاحق الهاجري، بينما المركز الثالث الشاهينيه لتسجل ايضا توقيت زمني 12 دقيقه 50 ثانيه جزئين من الثانيه. تهانينا وناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا وناموس ايضا للمضمر فيصل بن طالب بن شريم.